في الخمسينيات كان عمر الصيني هوانغ دافا 18 عاما. كان شابا بسيطا يسكن في قرية توانجيه النائية التي يعتاش سكانها من زراعة الأرز، ويعتمدون على مياه الأمطار في ري محصولهم البسيط. في عام 1959 ضرب القرية جفاف قوي أدى لمجاعة كبرى، فهجرها كثير من السكان. قرر هوانغ مواجهة المجاعة وطلب دعم الحكومة، لكنها لم تجبه. وبحماس الشباب قرر تنفيذ فكرة مستحيلة، وهي حفر قناة عبر الجبال لجلب الماء من البحيرات. حمل فأساً وبدأ بحفر القناة. اتهمه بعض السكان بالجنون، ولكنه استمر في العمل. بعد 10 سنوات اكتشف أنه يحفر خطأً، أوقف المشروع، ولكنه لم يستسلم. توجه لمدينة كبرى ودرس آليات حفر القنوات واستأنف الحفر من جديد. ساعده أبناء قريته بالمال والرجال. في عام 1995 افتتح هوانغ القناة وسط فرح القرويين بدخول كميات مياه كبيرة وعودتهم لزراعة أراضيهم، واستطاعت القرية إنتاج كميات أرز كبيرة، ما دفع الشركات التجارية للتوافد إليها، ففتحت طرقا ومدت الكهرباء لمعامل أرز تم بناؤها، وصارت القرية تنبض بالحياة والرزق. تم تسمية القناة باسم دافا عائلة هوانغ، الذي يبلغ حالياً 82 عاما ولديه ولدان وست بنات. شاركنا، هل تعرف في بلدك شخصاً مثل هوانغ؟